السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علامات وجود السحر في المنزل، وما هي أخطر أنواعه، وكيفية التخلص منه، هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. لكن في البداية إخواني الكرام، أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بارك الله فيكم وشكر لكم. إخواني الكرام، للسحر أسباب خفية وهو حقيقة وليس خيال أو وهم، ويتوصل الإنسان إليه من خلال التقرب إلى الجن والانصياع لأمره والشرك بالله. وهناك آيات واضحة الدلالة على أن السحر حقيقة، ومنها قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والمقصود هنا هو سحر التفريق بين المرء وزوجه. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهو سحر تعقده الساحرات وتنفث فيه. وإن لم يكن السحر حقيقة وواقع موجود، لما أمرنا الله في هذه الآية بالاستعادة منه. وقوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو سحر التخيل أو خداع البصر. وتوجد أنواع أخرى بما يفعله السحرة، وضررها لا يتحقق على الإنسان إلا بقدر الله تعالى وقضائه وإرادته. علامات وجود السحر في البيت: في بعض الأحيان يلجأ أصحاب الإيمان الضعيف والنفوس الخبيثة إلى السحر لتحقيق أهدافهم، وعادة ما يكون الهدف الرئيسي من السحر هو التفريق بين الزوجين أو الأهل، وتشكيل العديد من المشاكل بين سكان المنزل، فيستخدم أحد أنواع السحر لهذا الغرض. لذلك يعاني بعض الناس من أعراض وعلامات غير طبيعية تحدث في حياتهم ولأجسادهم. لذلك سنبين لكم في هذا الفيديو بعض علامات السحر التي تظهر على أفراد الأسرة في البيت. ومن هذه العلامات ما يؤثر على الجسد، ومنها ما يؤثر على الحال النفسي للفرد، وهي كالتالي: اضطراب الجو النفسي في البيت، وحدوث مشاكل بين الزوجين، وتنافر بين الأخوة، وخلافات أسرية بلا سبب، ظهور الحشرات في المنزل بشكل مبالغ فيه عن السابق، وعدم القدرة على التخلص منها، تغير جو البيت من السكينة والراحة والاستقرار إلى الكراهية والحقد. يعاني البيت كله من قلة البركة في المال والصحة، عدم التوفيق في كافة مناحي الحياة، سواء على صعيد العمل أو الدراسة أو الزواج. طرق الوقاية من السحر: تعد الطريقة الصحيحة للوقاية من السحر هي قراءة الرقية الشرعية، وتتمثل في قراءة معوذتين: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. تقرأها قبل النوم، وبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وتكرر قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كل يوم صباحا وأيضا مساء 3 مرات. ومن ذلك قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح والمساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات لم يضره شيء. والطريقة الثانية للتخلص من السحر في البيت هي أن تأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر، وتدقها وتجعلها في ماء، ثم تقرأ عليها ما يلي: قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، وقراءة آية الأعراف، وهي قوله تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكذلك قراءة آيات في سورة يونس، وهي قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكذلك قراءة آيات من سورة طه، وهي قوله عز وجل:
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك قراءة سورة الكافرون، ثم قراءة سورة الإخلاص المعوذتين 3 مرات، وقراءة بعض الأدعية الشرعية مثل اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما 3 مرات. ثم تقرأ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات. ثم تقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم 3 مرات. وكذلك تقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات كذلك. ثم تشرب من هذا الماء وتغتسل به، فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم، فالدال على الخير كفاعله. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله.